اسم المنطقة؟ هذا اسمه شارع الأردن. شارع الأردن. طلع. شوف طلع شارع الأردن في عمان. يعني ما ظلش أرض. بكت بلاش الأراضي. شوف شو صار لها. والله هذا عنيس النخبل بدون مندل تيجي عليه. لا انا جبتك انا بالعمادة من ان في طريق ثاني قريبة. بس مشان تشوف. نحن نطلع على جبال جرزيم وعبال في نابلس. نكون صار الحجر له قيمة. الحجر صار بترول. والله يا عمي بترول. تعجبني طاقيتك يا ابو طارق. يا سيدي تسلم. وكيفك انت؟ تمام تمام. سبحان الله. شوف شوف شوف. هاي هذا حط الرادار ما شاء الله. اه هذا رادار. والله سيدي اسمها يا زلمة. شو بدي طعمهم يا زلمة؟ أنا بدي اسقيهم مي. مي ما هذا مي والمجاري ولا خدمات عامية. تعرف الكلية العلمية الإسلامية اللي في جبل عمان دخلت هون. شايف المسجد هذاك؟ اه هذا تبعينها هنا. الكلية العلمية الإسلامية. بس هذا الشارع كان لازم يخططوه. كل واحد يكون يمشي في خطه. طلع والله. طلعك يا لبرك. اسكانات كلنا شركات اسكان. هذا هو اللي ماشي. اه شوف طلع. جرش سويلة. هذه الأردن هي عمان هي الأردن بحالها. هذا بنروح على الزرقاء. هي الزرقاء يا جوز على اليمين. أيوة وعلى الشمال عمان. هلا صويلح والجامعة الأردنية. ايوه كان ما جاء. أكاديمية ريتال انترناشنال أكاديمي ريتال العبدلي وجبل الحسين. شو في العبدلي ظال؟ العبدلي هلا عملوا لك ناطحات سحاب على المخابرات القديمة هاي للحريري. هلا كريم لفتيلي من هون الله يستر أبو سويلم
مؤسسة أبو سويلم. طلعي لي هيك. أنا أعلن عنها مؤسسة أبو سويلم. يمكن هذا الشارع شارع عريض والله، يمكن هذا مؤسسة أبو سويلم. عفيف شتاوي ايوه ابو سويلم اقباله. ايوه هي وين هو؟ ايوه هي ابو سويلم. اه هنا هذا الشارع شارع سويلم ابو سويلم ابو سويلم والشارع مؤسسة ابو سويلم من الحديد. اها هون ايش كان فيلا وعمار هاي فيلا هاي فيلا هاي عمارة هاي الفيلا دبارة. لحظة والله يمكن هاي السيارة السوداء هو الله 150 متر عشبال فيلا عمارة فيلا اه فين الفيلا الثالثة فين فيلا عمارة عمارة كمان فيلا كمان فيلا وهذه سيارة سوداء هاي يمكن 150 دبارة. متر هذه هاي 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 ايوه هاي او هاي 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 اكيد اكيد هون شو يلا اجا انيس ولا انيس يوسف بكبير اجا السلام عليكم انيس يوسف بكبير ازيك يا زلمه كالعادي ها كيف حالك انيس عملت الفيديو مش معك الحمد لله على سلامه